مساء الخير لكل متابعي برنامج الكورة والجماهير، أهلا ومرحبا بكم في كل مكان. النهاردة حلقاتنا عندنا فقرات كتيرة ومتنوعة. طبعا قبل ما ندخل في فقراتنا برحب بضيوفي كابتن محمود رمضان، نجم نادي الاتحاد السكندري ونجم نادي بتروجيت. منور الدنيا يا كابتن أهلا محمود. وسهلا بحضرتك، وإن شاء الله كده نعمل حلقة كويسة ونبقى ضيوف خفاف كده إن شاء الله إن المشاهدين شاء بإذن الله يا الله. كابتن. ضيفنا الجميل المهذب الحريف زي ما بيقولوا كابتن احمد عطوه، نجم النادي الاهلي ونجم الاتحاد السكندري وليرز البلجيكي. منور الدنيا يا كابتن احمد. منورك ابو الكباتن، ربنا يخليك، وميرسي جدا على المقدمه اللذيذه دي. انت تستاهل اكتر من كده يا ربنا كابتن يخليك احمد يا كابتن، بجد. ربنا يخليك ابو الكباتن. في سؤال طبعا قبل ما ندخل برضو في الحلقه النهارده، في سؤال حلقتنا: من الاقرب للفوز بجائزه افضل لاعب في افريقيا لعام 2019؟ محمد صلاح، ساديو ماني، محرز؟ شاركونا بآرائكم على الأرقام اللي هتظهر أمام حضراتكم على الشاشة. طبعا في خبر في محافظة كفر الشيخ، لازم قبل ما أبدأ الحلقة النهاردة لازم أتكلم عنه. أنا بعزي محافظة كفر الشيخ ومديرية الشباب والرياضة وتحديدا مركز شباب الكوم الطويل في الفقيد المرحوم مدير مركز شباب الكوم الطويل مركز بيلة محافظة كفر الشيخ الأستاذ حسن شاهين. بنعزي أسرته وأهله إن شاء الله فسيح الجنات للخلوق المحترم الأستاذ حسن شاهين مدير مركز شباب الكوم الطويل، والبقاء والدوام لله. نبدأ فقراتنا النهاردة، عندنا خمس فقرات النهاردة، فقرات كتيرة جدا. طبعا الفقرة الأولى مباراة الأهلي والمقصة، الفقرة الثانية الزمالك وأسوان، الفقرة الثالثة وقصة لاعب نادي الإسماعيلي الكابتن باهر المحمدي، الفقرة الرابعة والمثير للجدل دائما الكابتن صالح جمعة نجم النادي الأهلي، والفقرة الخامسة هيكون معانا مبادرة بناء في أسيوط في الصعيد. نبدأ بفقرتنا الأولى النهاردة وتحليل مباراة الأهلي والمقصة. نبدأ بقى كابتن محمود ولا كابتن أحمد؟ طبعا الكابتن محمود أكبر طبعا سنا مني، أنت حد محترم يا كابتن أحمد، أخويا الكبير طبعا. الله، نبدأ النهاردة أولى فقراتنا التحليلية ومباراة الأهلي والمقصة. كابتن محمود، الأهلي يبدأ العام الجديد بالفوز على مصر المقصة بثنائية معلول وأفشة. إيه رأيك في أداء لاعبي النادي الأهلي في لقاء المقصة، وخصوصا تباين يعني اداء اللعيبه في الشوط الاول عن الشوط الثاني؟ لا، هو النادي الاهلي بادئ الموسم بجديه جدا، تمام، بمدرب جديد، بلعيبه اضافات جديده جوه النادي الاهلي، تمام، لكن انا شايف كل مدى فايلر بيحط ايده على المنظومه الصح وعلى التشكيل الصح. هو بيعمل روتيشن كويس جدا ما بين اللعيبه، وده يمكن ده مساعد عمليه الاجهاد والاصابات قليله شويه، كلها طيب. اصابات مش عضليه، كلها اصابات يعني ركبه، انكل، الكلام ده كله، وتر، اكيلس، حاجات بتاعت ربنا سماها بقى القضاء والقدر. قضاء والقدر، انما النادي الاهلي انا مختلف شويه مع حضرتك، ان هو في ماتش المقصه انا شايف ان هو مش يعني التشكيل كان بدايته غلط، دي من وجهه نظري انا. ليه؟ احمد فتحي ومحمد هاني في الملعب ما ينفعش الاثنين في الملعب، تمام. انا لما شفت التشكيل اول ما شفته انا قلت ممكن يلعب بثلاثه من تحت، يعني كان يعني انا تخيلت ان هو يلعب بمتولي، يبقى 3 4 3 مثلا بالظبط، 3 4 3 دي كانت هتبقى افضل، وهتدي برضو هتدي انطلاقات افضل شويه للنادي الاهلي، تمام. لكن لما على الورق، هو لما عدي التشكيل الشوط الثاني الشكل اختلف تماما، اختلف تماما مع التغييرات طبعا طبعا طبعا. ف خلي بالك ممكن في توقيتات ما تلحقش ان انت تعدل، يعني انت لو في ماتش في افريقيا او ماتش خارجي أكيد. في وقت ممكن ما يلحقش ان معاك ان الـ 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 النتيجه تساعدك، لكن تمام. خدمتك برضو ان في ضربه جزاء، في النادي الاهلي ماشي كويس، مش محتاج خلاص، تمام. في الدوري هو اللي يهمه السنه دي بطوله افريقيا، ايوه. والنادي الاهلي هيواجه برضو مشكله ان هو عنده فايلر لمده موسم، ايوه، يعني هو عنده فايلر عنده لمده موسم، فهيجدد؟ لا، هيروح غانا؟ لا، هيروح، لا، هو مجدد مع النادي الاهلي، مكمل مع النادي الاهلي، هو هيكمل، لان أيوه. لان هو بطوله افريقيا لحد 30/6 مش خلصت، ايوه صح، فهو طبيعي هو جاي لهدف معين، هدف انه ينجح في النادي الاهلي، انما النادي الاهلي في الدوري لا، هو شكله مختلف تماما عن السنين اللي فاتت، ويمكن افضل انطلاقه في تاريخ النادي الاهلي عدت مانويل جوزيه، كان عنده ماتشين. تمام يا كابتن محمود. نروح للكابتن احمد عطوه، هل تبديلات فايلر في الشوط الثاني
كان في يعني لها اثر ايجابي على اداء الفريق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مستر فايلر من اول ما جه من النادي الاهلي، زي ما الكابتن محمود قال، يمكن كابتن محمد هاني او احمد فتحي الاثنين في الملعب كانت تشكيله غلط طبعا، الاثنين ايوه يبقوا موجودين، بس دي وجهه نظره طبعا، تمام. اكيد. بس افضل حاجه الايجابيه، اكتر ايجابيه موجوده بمستر فايلر، ان هو بيعرف يعني في مدربين يجوا اول الماتش يحط ال 11 لعيب كويس جدا، يمكن محمود معايا في الموضوع ده، ايوه ان انت بتحط 11 لعيب كويس بس ما بيعرفش يغير في بين الخطوط، في بين الشوطين ما بيعرفش يغير. مستر فايلر يعني نقدر نقول في مدرب ما بيقراش الملعب صح. تمام، تمام في اغلب المدربين كده ايوه بيحطوا التشكيله المثاليه، ايوه بس ان هو يبدا يغير ما ما تلاقيش الكلام بيقدرش ده. مستر يتعامل. فايلر ممكن نقول 100% 100% اكتر واحد بيقدر يغير، وبتلاقي الشوط الثاني النادي الاهلي شكل غير الشوط الاولاني خالص. انت فعلا في تحس ان النادي الاهلي غالبا في الشوط الثاني بيختلف وبيتفوق على اي طبعا فريق في الشوط طبعا الثاني. بيفرق جدا مع مستر فايلر. ايوه يمكن الشوط الثاني حتى لو حضرتك بصيت لنسبة الاستحواذ هتلاقيها في الشوط الثاني، اعلى نسبة الاهداف اعلى بتزيد فعلا. في الشوط الثاني. تمام النادي هو مستر فايلر بينزل بتشكيلة كويسة، بس ايوه. بيقرأ ايه نقط الضعف اللي موجودة في وده الشوط الثاني المدرب الكويس من وجهة جدا. نظرك يا كابتن انا احمد. من وجهة نظري ده افضل ثاني مدرب بعد مستر مانويل جوزيه تمام تمام شايف انه ينجح في النادي الاهلي؟ بنسبة كبيرة، بس هي بطولة افريقيا زي ما الكابتن محمود قال هي العامل الرئيسي اللي اللي هتبين. هتقدر تحكم عليه بقى. يعني احنا الدوري هو ماشي كويس جدا، ماشي كويس. بس احنا بنقول في بطولة افريقيا هي اللي هتفرق جدا عشان الاحتكاك الخارجي. ايوه هنا خلاص في مصر بنسبة 80% الدوري محسوم للنادي الاهلي للنادي الاهلي. بنسبة كبيرة، بس هجيلك طبعا للسؤال ده برضو في بطولة الاخر يا افريقيا، كابتن احمد. بطولة افريقيا هي بالنسبة لنا احنا كلاعبين نادي حلم اهلي، جمهور النادي الاهلي. احنا بالنسبة لنا انا الحمد لله ربنا اكرمني في 2008 وكنت من ضمن الجيل اللي خدنا 2008 تمام. في القطن الكاميروني، كنت موجود بس ما كنتش بشارك عشان ايوه كان معايا كابتن سيد معوض وكابتن جيلبرتو، اثنين ايوه طبعا قيمه وقامه كبيره، كنت موجود معاهم، كنت لسه ناشئ 20 سنه. بس هي دي بتبقى بالنسبه لنا، هي هو ده الحلم اللي احنا الحلم ايوه الافريقي بالنسبه لنا ان شاء الله. وحلم جمهور النادي الاهلي طبعا احنا بقى لنا كتير من ان لا 2013 بديل، وخصوصا ان الاهلي بقى لنا صعب ست ان يوصل نهائي مرتين وما ياخدهاش وما طبعا، ياخدهاش، طبعا فدي بتبقى صعبه على عمرها جمهور يعني. الاهلي. انت لو حضرتك بصيت لها النادي الاهلي ما وصلش نهائي وخسر غير اخر يعني بطولتين. ايوه فعلا. طبعا كل التوفيق للنادي الاهلي يا يا كابتن رب احمد يا ان رب شاء يا الله. كابتن ان شاء الله. اروح للكابتن محمود رمضان. طبعا حضرتك كنت مساك يا كابتن محمود، وانت اكتر حد اتكلمنا عن لاعب النادي الاهلي الكابتن محمود متولي، خصوصا ان دي اول مباراه له في الدوري العام يعني بعد اصابته في مباراه السوبر، قعد بعدها شهرين. ايه رايك في ادائه في اول مباراه مع نادي المقصه؟ لا هو متولي لعيب كبير، لعيب كبير، وكان اضافه النادي الاهلي حاطط عينه من بدري عليه، تمام. يمكن الصفقه اتاخرت سنتين ولا حاجه. ايوه هو لعيب كويس طبعا، بس هو عنده مشكله اصاباته، اصاباته كتير. اصاباته كتير، ولكن هو جدير انه يكون لعيب المساك كويس الاساسي من النادي الاهلي. متولي لو اشتغل ولعب ايوه محدش هيعطله خالص في المنتخب كمان، يلعب اساسي طبعا منتخب مصر طبعا كمان. طبعا. ان متولي كمان كورته كويسه، ان هو كمان بيشتغل ديفندر وبيشتغل هو عمل كرة لو حضرتك فاكر في الماتش، لعب كرة كده بوش رجله الخارجي، مفيش مساك هو بيبقى لا عنده ما المهارة دي. هو بيشتغل ديفندر وبيشتغل سيرت باك، هو الاثنين عنده بيلعب الاثنين. فدي بتدي كمان ارتحال للمدرب. تمام. لو انا في وقت من الاوقات لا قدر الله مثلا انا ببقى مغلوب، ممكن اقلب الطريقه بثلاثه من تحت بدل ما باربعه، مظبوط. فبتزود معايا العدد، الكثافه الهجوميه بتزيد معايا انا في الحته دي. انما متولي طبعا اضافه كبيره جدا في النادي الاهلي، وحتى انت دلوقتي ما عندكش مشكله. السنين اللي فاتت لما كان بيغيب ربيعه او سعد سمير كان النادي الاهلي يقول لك ما عنديش غير محمد نجيب وايمن اشرف، ما فيش غير كده. انما لا دلوقتي انا ما عنديش مشكله. طب انت شايف ان كابتن محمود لما يبقى مثلا عندك لاعب زي محمود متولي ده بيريح المدير الفني ان كورته بتطلع من تحت كويسه، يعني بالظبط يبدا يبني هجمه من تحت، بالظبط دي بتريح المدير الفني. هو حسب المدرب عايز ايه، بيلعب على الاستحواذ ولا بيلعب كور طويله ولا بيلعب على الاطراف. انما فايلر بيلعب كوره ايوه بيحضر من تحت، فدي بتخدمه. حتى تلاحظ انه كمان بيلعب ايمن اشرف رغم ان في ناس كتير عندها تحفظات على ايمن اشرف، مش مكانه الاساسي. ما هو خلي بالك ايمن اشرف سرد باك اشول كويس، فدي بتساعد في البيلد اب بتاعت الكوره اللي هي الحديثه دلوقتي. أيوة. انا ببقى عايز سرد باك، هي ما بتفرقش. لو لعيب كورته كويسه زي محمود متولي زي ياسر ابراهيم، ما هو الناس بتلوم على الكابتن ايمن اشرف في ايه يا كابتن محمود؟ ان مثلا في الكور العاليه في التغطيه العكسيه طبعا عشان قصر القامه، المان يعني برضه المساك بيبقى مش متعود، حتته مش بتاعته، مش بتاعته. طبعا. انما متولي لا بيطلع بالكره سليم من تحت. عندك رامي ربيعه طبعا لما رجع، بس هم مشكلتهم الاثنين اصاباتهم، الاثنين دول ربيعه ومتولي بالظبط، الاثنين دول لو اصاباتهم قلت الاثنين دول مع حجازي، وشايف محمود رزق مدافع الاتحاد السكندري
لاعب مساك كويس ممتاز. هل في مفاوضات مع الاهلي او الزمالك؟ هو اوريدي كان هو محمود رزق كان جاي من المنصوره وهو اتنقل للانتاج الحربي اعاره تمام وحصل له اصابه صليبي تمام فدي عطلته شويه انما هو مساك كويس جدا يعني وعلى رادار الاهلي والزمالك محمود رزق. نادي الاتحاد السكندري لا صعب ليه لسه بدري لان هو الاتحاد لا مش ناشئ 25 سنه انما محمود رزق سردباك كويس يعني انا شايف الفتره اللي جايه لا بتاعته لان هو سردباك وبيلعب انا متابع شويه الدوريات اللي هي الدوري المصري والدوري الانجليزي والدوري الايطالي فمحمود رزق لعيب امكانياته كويسه وطويل وهداف تمام يعني هو جايب 6 9 9 نقط للاتحاد ما شاء الله فتسع نقط للاتحاد فاضافه كويسه أكيد ان انت عندك السردباك بيطلع يجيب جول ده بتمنه زي ما بيقولوا يعني انما لا النادي الاهلي يعني هو خلاص زي ما كابتن احمد قال هو مش محتاج خلاص الدوري هو ما بيفكرش فيه حتى تلاحظ ان هو دلوقتي ممكن يلعب باي تشكيل ايوه باي تشكيل وباي تشكيل بيكسب وبيكسب لان خلاص الاستمراريه المكسب بيجيب مكسب في الكوره تمام نروح للكابتن احمد عطوة الاصابه بتجبر المدير الفني لنادي الاهلي فايلر انه يلعب بكابتن احمد فتحي باك شمال ومحمد هاني باك يمين هل انت شايف من وجهه نظرك كابتن احمد وده مكانك الاساسي اللي هو الباك ليفت تمام هل الكابتن احمد فتحي اجاد في المكان ده بص هو ممكن يكون لعب الكابتن احمد فتحي لهدف معين تمام ان عنده خبرات افريقيه كبيره كويس وفي بطوله افريقيا اللي احنا خدنا فيها تاني أيوه. لعبنا كاميرون في النهائي لعب مع هيكتور كوبر طول السنه طول البطوله بيلعب باك كان بيلعب باك ليفت. بس انا شايف ان محمود وحيد أيوة. لعيب كره كويس جدا ولعب منتخب مصر كان يبقى هو اولى كان أولى. وماتش مش قوي جدا يعني المقاصه في متزايل الجدول كانت فرقته وضد فرقته طبعا زي ما كابتن محمود انا لفت نظري حاجه والله كابتن احمد وانت اكيد هتفيدنا فيها اتفضل يا كابتن هل اسم الكابتن احمد فتحي ونجوميته وشخصيته ممكن المدير الفني يكون عامل لها حساب شويه هو مع مستر فايلر انا ما اعتقد ان الحته دي مش موجوده مع المدرب الاجنبي ما عندوش الحته دي مع المدرب الاجنبي مصلحته ثم مصلحتي طبعا ما انت حضرتك لو تابعت يعني لما علي معلول اتصاب هو استعان بالكابتن محمود وحيد ودي حتته هو طبعا. بس كان بيجرب لان معلول هجوميا كويس فهو ابتدى قال لك لما جرب معلول من قدام هاجي بقى برضو انت سبقتني بقى للسؤال طب علي معلول كجناح في المباراة المقاصة كجناح ايسر هل كظهير افضل ام جناح؟ لا ظهير طبعا لان هو بيروح بوشه كويس تتفق مع الكابتن محمود؟ طبعا يا كابتن يعني شايف 100% يعني انت ممكن مثلا كجناح ممكن نقول معلول 50% خطورته بتقل هي بتقل يا كابتن هو احنا كباك انا كباك ليفت ايوه باجي من ورا لقدام كويس الانطلاقه بتاعتي الانطلاقه ببقى شايف الملعب كله من تحت ببقى شايف الملعب كله والكره جايه لي انا بشوف الفرويد تحت الفراوده أيوه. بشوف الهاف رايت اللي جاي مكمل فببقى شايف الملعب كله بوشي فانا شايف ان كابتن علي معلول طبعا لا باك ليفت افضل طب يعني حضرتك تقدر تقول لي واجابه صريحه يا كابتن احمد ما نقدرش نقول ان معلول غطى غياب كابتن رمضان صبحي في المكان ده في الماتش الاخير ده لا كابتن ما غطى لا ولا 50% ولا 50% طبعا اجابه صريحه وواضحه طبعا كابتن هو باك ليفت افضل باك ليفت في الثلاث سنين اللي فاتوا ومن وجهه نظر افضل باك ليفت في افريقيا تمام طبعا كابتن محمود رجل المباراه من وجهه نظرك مباراه الاهلي والمقصه ديانج خط وسط النادي الاهلي لعيب كويس كورته سليمه بتتقطع منه اول واحد بيضغط ايوه ديانج عجبني جدا بيعمل الكره الثانيه حلوه قوي السكند بول بياخدها كويس جميل هو كويس هو ديانج ديانج كمان هو 20 سنه لسه صغير وما شاء الله قوي وبعدين انا لو من فايلر يعني انا وجهه نظري برضو يعني هو طبعا اكيد هو افضل مننا مليون مره يعني بس انا شايف لو ديانج ده يلعب لوحده واتنين يبقى قدامه قفشه ومثلا يدي صالح هجومه يعني لان خلاص الدوري زي ما بنقول الفرق بقى بعيد لازم كابتن صالح له حدوده كده لا خليه يبقى انما انا شايف ديانج لا يلعب لوحده يشتغل لوحده يشتغل لوحده ويشيل نص الملعب لان نص الملعب معلش خلينا برضو نتكلم بصراحه شويه مفيش حد بيهاجم النادي الاهلي تمام ما حدش بيتجرأ على النادي الاهلي بس في مباراه افريقيا هتبقى في منافسه قويه هي دي ما احنا اتفقنا في اول البرنامج وقلنا ايه النادي الاهلي هدفه الشامبيونز جوارديولا أيوه. مسك الباير ما خدش الشامبيونز مشي ايوه السيتي جاب جوارديولا عشان الشامبيونز هدف وطموح هو ده الهدف أيوه برشلونه بقى لها سنين بتسعى بقى مع فالفيردي بتوصل لحد نص النهائي هي عايزه الشامبيونز تمام فهو ده المقياس مش الدوري
تمام. يعني هي دي وجهة نظري يعني. تمام يا كابتن محمود. كابتن احمد عطوه نجم النادي الاهلي، ايه موضوع مروان محسن؟ يعني امتى هيسجل اهداف؟ والله يا كابتن هو بقى لغز كبير جدا يعني. هو مروان طبعا يعني فرويد كبير، الحظ اداله في المباراتين طبعا يعني انفرادات يا كابتن. اكيد يا كابتن. طب لحد امتى يعني امتى هيحرز اهداف؟ انا شايف هو لعيب كبير طبعا، تمام، بس يا كابتن هو زي ما بنقول لياقه المباريات بياخد يا كابتن احمد. لا يا كابتن اخر وبعدين فتره، جمهور الاهلي مش هيستحمل، مش هيستنى على حد طبعا. بس انا بتكلم ان هو لياقه المباريات، قعد فتره طويله جدا بعيد. أيوه. بطوله افريقيا اللي فاتت كان بعيد، كانت اصابه. اصابه أيوه. طبعا. أيوه. بس هو لعيب طبعا كبير جدا، بس زي ما انت قلت يعني انا شايف افضل حد بيلعب في المكان ده بالنسبه لي اجايه. طبعا يعني افضل من ازارو ومروان محسن. طبعا بكتير يا كابتن. أيوه. هو أيوه. حتى يعني بص يا كابتن، انت الفرود احنا بنحسبها له ازاي؟ اجابه على الجون، اي كره بتجيلك بتروح على الجون. اكيد. انا مروان محسن في 3 4 كور هيدرز بيديها في ايد الجون. انت في هجمه بتعتبره مدافع خاصه يعني. شفتها دي. طيب انت فرود عايز تستغل انصاف الفرص، انا مش شايف غير عشان تبقى فرود مميز. انا شايف ان اجاي في المكان ده هو افضل حد ممكن يؤدي المكان ده طبعا. تمام. هل لهم تاثير في تشكيل النادي الاهلي؟ طبعا. غيابهم بيأثر على اداء طبعا. النادي الاهلي 70%. 70% طبعا. يعني انت بتفقد قوه النادي الاهلي طبعا، يعني الهجوميه تحديدا. اللي بيجي بعد يوم يا كابتن بيأدي. بيأدي. يعني ايه بيأدي؟ يعني ان هو بيأدي لك الغرض بتاع الماتش. تمام. يعني انت لو تلاحظ مثلا عندك ماتش الحرس. ايوه. مين اللي خلص لك الماتش؟ السولية. السولية. تمام. بتصويبة. طيب مين اللاعب؟ احمد الشيخ طبعا لعيب كويس، بس هو محتاج. انا شايف ان الشيخ مش لاقي نفسه في الدنيا. هو الشيخ خلي بالك لعيب كويس. لعيب كويس، وهو اثبت اكتر من مره ان هو لعيب كويس. تمام. بس المشكله لما بتبعد عن الملعب بتاخد وقت على ما بترجع. ترجع. وبعدين النادي الاهلي ما بيصبرش، نادي الزمالك ما بيصبرش. لا الانديه الكبيره ما بتصبرش على نجومها. بالظبط. صح. بالظبط. بس فايلر من الواضح ان هو مقتنع بيه. يعني هو من الواضح ان هو عمال يديله، بيديله فرص. يعني اي واحد ممكن يقول لك لا، ساعات من وقت من الاوقات يقول لك ايه في ماتش الاسماعيلي. يقول لك إيه الشيخ يطلع. لا هو بيديله. ايوه. الشيخ يطلع، لا بيديله. ايوه بيديله فعلا. لان برضو احنا خلي بالك احنا كمتابعين احنا ما بنشوفش التمرين. اكيد. فهو في جزء مخفي عننا. لا وفي جزء كمان مخفي، ممكن في اللقاء بيكون في واجبات المدير الفني مثلا طالبها منه احنا كجمهور ما بنشوفهاش. بالزبط. ممكن بيعملها على يعني باداء كويس او بينفذ المطلوب منه. بالظبط. ممكن. لان هو بيبقى مطلوب منه بعض حاجة بعض معينة. الحاجه المعينه. أيوة. انما النادي الاهلي لا، رمضان صبحي فارق طبعا، زي ما مصطفى محمد بيفرق مع الزمالك. اكيد. يعني في لعيبه زي نادي الزمالك مثلا، طارق حامد بيفرق مع نادي الزمالك. اكيد. في لعيبه، انما حسين الشحات لا طبعا فرق، لان هو ابتدى يدخل يعني سريعا، لان هو زي ما بيقولوا ايه كانت صفقه كبيره. ايوه. انما النادي الاهلي لا طبعا بيفرقوا معاه جدا جدا الثلاثه دول. أيوه. ومعاهم يعني بيجي معاهم قفشه. قفشه عامل يعني عامل ماتشات كويسه. قفشه لعيب كويس. لعيب كويس. نروح بقى للسؤال المثير للجدل في الوسط الرياضي ومواقع السوشيال ميديا. حكم اللقاء أمين عمر. كابتن أحمد أنت شايف من وجهة نظرك تدي للكابتن أمين عمر كم في المية؟ في الماتش اللي فات؟ إيه؟ تقريبا يعني. هو طبعا هي مش يعني أنا كجمهور هكلم كجمهور. أيوه كجمهور. أنا طبعًا. مش حكم طبعا. أيوه. أنا من وجهة نظري ممكن أديله 7 من 10. 7 من 10. طيب هو اعطى كان 4 انذارات للاعبي المقاصه وانذارين للنادي الاهلي. تمام. في ضربه جزاء مثيره للجدل لاعب ميدو جابر. تمام. احتسبت ضربه جزاء ولكن اتجه الى حامل الرايه وتم الغائها. انت ايه رايك في الموقف ده؟ انا وجهه نظري ضربه جزاء صحيحه يعني. صحيحه. يعني ما لمستش يد كابتن ميدو جابر. انا ما شفتهاش، بس انا من وجهه نظري كقدام التلفزيون. انا ما رحتش الاستاد طبعا. أيوه. كقدام التلفزيون ما شفتهاش. ضربه جزاء. ضربه جزاء. بس هو طبعا يا كابتن في الملعب هو اكيد شايف اكيد أفضل. اللي في الملعب شايف اكتر. شايف افضل. بص انا كنت بتكلم في الموضوع ده مع مدرب اسمه كابتن ايمن. تمام. مدرب يعني كويس ان شاء الله ليه مستقبل. تمام. بقول له هي الكوره هي جت في ايد ميدو جابر. أيوه. بس انت خدت قرار ما فيش فار. يبقى انت خدت القرار. يبقى لازم تكمل. خدوا بناء على حامل الرايه. حامل الرايه تقريبا على ما اعتقد هو كان نازل له حاجه ثانيه خالص. نازل له على اساس ضربه جزاء. لا هو كان يعني هو نازل ضربه جزاء. تمام. بعد كده القرار اتغير، احنا مش عارفين. ما هو ده اللي مثير للجدل. بالظبط. أيوه. بالظبط. خلي بالك يا كابتن احمد. أيوه. في مشكله في التحكيم.
اكيد عندنا لا مشكلة. في مشكله كبيره. وعلى فكره بمناسبه التحكيم طبعا لازم نذكر نادي الاتحاد السكندري. كنت لسه هقول لحضرتك بجد الفريق ده اتظلم اكتر انظلم. نادي اتظلم عندك ماتش اللي فات خالد قمر جول. ايوه طبعا عندك حضرتك مباراه الاهلي هدف الثاني. تمام عندك في مباراه طنطا. ايوه فبصراحه يعني الله يكون في عون جمهور سيد البلد. لا 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 طبعا طبعا ولكن طبعا. انا بحترم رئيس النادي واعضاء مجلس الاداره صراحه الناس في منتهى الشياكه والروح الرياضيه. بص يا كابتن احمد انا وكابتن احمد لعبنا في الاتحاد. ايوه الناس دي بتتنفس كوره فعلا طبعا. طبعا سيد الناس البلد دي طبعا. الناس دي بتحب الكوره فعلا بيعشقوا حاجه اسمها كوره. لا 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 وبيعشقوا حاجه اسمها اتحاد السكندري. طبعا سيد البلد يا باشا سيد البلد. ايوه فنادي الاتحاد حتى لما وشه يعني اسمه بيجي احنا بنضحك. ايوه يعني بنبتسم. ومفيش جمهور في مصر يختلف على نادي الاتحاد. وبعدين احنا كنا فرحانين ان الاتحاد السكندري بينافس. ايوه الجمهور كله وراه الجمهور كله بيبقى مبسوط ان النادي الاتحاد النادي الاسماعيلي. وانا من حسن حظي كمان يا كابتن محمود ان انا معايا اتنين جمال الكابتن محمود والكابتن احمد كان لهم دور مع نادي الاتحاد. ده شرف لينا طبعا. حاجه كده نفضل نفتخر بيها لاولادنا سيد البلد ده فوق اي حد. لا الاتحاد بنبقى مبسوطين وبنبقى زعلانين قوي لما بيتظلم. وفي السنه دي يا كابتن احنا كنا رابع فنشنا خامس بس لحد اخر ماتشات كنا رابع وامبي كانت كسبانه الزمالك في كاس مصر. تمام. احنا كسبناها 3-1 عندنا في 3-0 في اسكندريه. ذكرتك حلوه ما شاء الله يا كابتن احمد. يعني الى حد ما يا كابتن مش قوي. تمام يا كابتن احمد حبيبي كابتن. طيب حضرتك لازم انت عارف ان في برنامج الكره والجماهير احنا نبذ التعصب وعوده الجماهير واي حاجه اي لمسه قدامنا في اي مباراه لازم ننوه عنها. كابتن ميدو دي اشاده طيبه من برنامج الكره والجماهير بعد المباراه راح وصافح المدير الفني للنادي الاهلي. تمام بس الكاميرا ما جابتهاش. ايه الكاميرا ما جابتهاش؟ الكاميرا ما جابتهاش زي اوروبا. طب اشوف الصور. تمام. ماشي يا امير انا اهو شايف. صح انا بقول لحضرتك كاميرا دي لفته في دي لفته جميله جدا من الكابتن احمد حسام ميدو احنا بنحييه عليها من خلال برنامج الكوره والجماهير. تمام. طبعا عشان نبذ التعصب ونشر الروح الرياضيه معانا فاصل. هنطلع بفاصل واغنيه حصري عندنا هنا في البرنامج غناء كريم طرزان ابن صديق البرنامج الاستاذ محمد مجدي. نروح نشوف الاغنيه نسمع الاغنيه ونرجع تاني. بحيي الجميل كريم ووالده الاستاذ محمد حمدي. بصراحه عاملين شغل قوي في نشر الروح الرياضيه ونبذ التعصب. كويس كويس يعني نفسنا. دي حاجه كويسه منهم نفسنا والله كابتن احمد. الكره اللي بتشوف في اوروبا حاجه جميله. وبعدين كل الانديه ليها جماهير. ايوه طيب ليه هنا ما نبداش حتى ب 5000 يعني ان شاء الله هتبدا ان شاء الله ان شاء الله. نفسنا الكره من غير جماهير عامل زي يعني اللي هو الفنان قاعد في مسرح من غير جمهور. طبعا فمالهاش اي لازمه بصراحه. مش هيبقى في ابداع بقى. بالظبط بالظبط. الفقرة الثانية طبعا مباراة الزمالك وأسوان. الزمالك بيصالح جمهوره ويفوز على أسوان بهدفين ويعود للمربع الذهبي مصطفى محمد وزيزو. تقييمك إيه لمباراة الزمالك وأسوان يا كابتن محمود؟ لأن فيها جدل كتير وأحداث متباينة كتير. أنا روحت بالليل تابعتها بالليل بالراحة كده عشان برضو أتفرج لأن أنا سمعت أحداث كتير قوي. أنا شايف سبب من الأسباب كل الكلام ده كله الحكم. ليه؟ انت شايف حاجه خلاص لعيب بيعترض انذار. تمام. لعيب انت شايف ضرب جزاء ضرب جزاء انت شايف فاول فاول. طب تقييمك ايه للمباراه يا كابتن مبدئيا لان في اسئله كتير هجيلك. فرقه اسوان عندها لعيبه كويسه. عندهم احمد عامر لعيب كويس رقم 12. بس انا وانا بتفرج على فريق اسوان تحس ان لو قعد يلعب سنتين مش هيجيب اهداف. متفق معايا؟ مش متفق معاك. متفق معاك جدا. لا لا متفق مع حضرتك جدا. اولا نادي الزمالك كان بقاله 3 4 ماتشات ده سبب ده يعني سبب حتى من الاسباب. ما استغلش فرصه ان الزمالك بيلعب ناقص لاعب. لا ما تحسش هو استحوذ بس ما تحسش ان الزمالك ناقص. ايوه يعني ما تحسش مش عارف ايه السبب بصراحه. يمكن اسوان حسيت ان هو استسلم. يعني استسلم بدري ان انا خلاص يعني النقط بتاعتي خلاص يعني انا بعيد والناس حتى اللي تحت بدا يكسب يعني. يعني طنطا بيكسب اف سي مصر بيكسب. طلائع الجيش بيكسب. حرس الحدود بيكسب كله. بيكسب. فانا مش فاهم ايه السبب استسلام. حتى لما يعني انت طرد عندك اهم لعيب في نادي الزمالك طبعا يعني اللي هو المحور بتاع اللعب. فما كانش فيه في الملعب غير فرجاني وزيزو.
فدفاعيا مش اقوياء. فانت حاسس ان هم بيلعبوا بلا هدف. ايوه بلا هدف. بلا هدف فعلا. فده الاحساس. طب حتى ليه الزمالك من وجهه نظرك؟ لا هو الزمالك عنده مشاكل. خلينا بس واقعيين. هيعاني الموسم ده. لا الزمالك عنده مشاكل. أيوه. انما عنده افراد كويسين، عنده مشاكل اداريه، عنده مشاكل جوه الفريق، عنده مشاكل فنيه، عنده مشاكل كتير. وانا كارتيرون انا بختلف معاه في حاجات كتير قوي، رغم ان انا كنت شايفه مدرب كويس في الاول. لما كان جه من وادي دجله للنادي الاهلي. طب معانا مداخله. اتفضل. الو استاذ اسامه. اتفضل. اسامه قزمه الاسماعيليه يا فندم. مساء الخير يا نجم الدراويش. الله يخليك يا باشا. ان شاء الله محمد صلاح هيكون الفوز بجائزه افضل لاعب في افريقيا ان شاء الله. ده شرف للمصريين كلهم طبعا يا استاذ. اكيد طبعا يا باشا، اكيد طبعا. وكنت عايز اتكلم عن مجلس اداره النادي الاسماعيلي. اتفضل. مجلس اداره النادي الاسماعيلي. اتفضل. ليه المهندس ابراهيم عثمان بتجاهل النادي خالص؟ يعني ما فيش صفقات، وكل مره يقول انا هجيب صفقات، ومتجاهل اللاعب عمر الوحش ابن النادي اللي اتربى في النادي. طب ايه موضوع الكابتن باهر المحمدي؟ باهر المحمدي حضرتك لاعب طلع عادي في التلفزيون قال انا اريد الاحتراف، وبعدين هو اكيد في يعني هو متفاعل المشكله المهندس ابراهيم عثمان عشان يعمل كده. دي منظومه ماشيه على طول من ايام عبد الله السعيد برضه نفس المشكله. تمام. خلى برضه في تفاعل لحد ما برضه ما عمل مشكله عشان يمشي. واخد بال حضرتك؟ تمام. انا مش عارف انا المهندس ابراهيم عثمان امتى هيجيب لعيبه وامتى هيسيب اللعيبه في النادي. عمال يبيع في لعيبه بقاله 3 سنين عمال يبيع في لعيبه، وجاب مين اصلا؟ يعني هو اشترى مين؟ احنا نتمنى عوده نادي الاسماعيلي للبطولات طبعا. والاداء الجميل اللي عودنا عليه، وعايزين بقى نرجع جمهور الاسماعيليه للمدرج، والاهازيج بتاع السمسميه والدراويش، لان احنا كل جمهور مصر بيعشق حاجه اسمها الدراويش. شكرا. واضح ان الاتصال قطع. ارجع مع الكابتن احمد عطوه. تجربه الكابتن احمد عيد الباك اليمين لنادي الزمالك وجرأه كارثيرون المدير الفني لنادي الزمالك، شايفها ازاي من وجهه نظرك؟ انا شايف ان هي تجربه ناجحه بنسبه 90%. تمام. ماتش زي ماتش اسوان، ماتش يعني فرقه اخر الجدول. ايوه. ويعني هو عارف ان الفرقه ضعيفه ومش هتقدر ان هو لاعب كويس وخامه جميله كويس. بس مسكن يا كابتن احمد. ايه؟ مسكن. يعني انت ما يقدرش يعوض كابتن حازم امام. بص يا كابتن احمد، انا برضو ليا وجهه نظر في موضوع نادي الزمالك. ايه هي؟ اتفضل. ايه اللي نجح جروس؟ لما جروس كان عنده مشكله. أيوة. مع عبد الله جمعه. أيوة. كان عنده مشكله ناحيه الشمال، جاب عبد الله جمعه كان بيلعب هوف ولعبه. طيب انت ليه انت دلوقتي نجاح اي فرقه في العالم الاطراف. تمام. الباكات، حتى شوف ليفربول ارنولدو وريبرتسون. ما هو برضه راجل معذور يا كابتن محمود. ما انا هقول لحضرتك جاز هرب. طيب جميل. جاب طيب. حازم امام. طيب. اتصاب. جاز هرب. حازم امام. حازم امام مصاب. طيب. أيوة. حتى في يناير اللي انت هينفع تجيبهم. أيوة. مش هينفع يلعبوا معاك في افريقيا زي عمر جابر لان هو بيلعب في افريقيا. بيلعب. طيب نادر رجب بكار بيلعب في افريقيا. تمام. العراقي المصري بيلعب في افريقيا. فانت ما عندكش حلول. يبقى انا الحل من جوه البيت. تمام. الحل اللي هو انا وجهه نظري. ايوه. محمد عنتر يلعب الحته دي كويس. محمد عنتر لا يلعب صعب قوي يا كابتن. لا صعب. 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 يعني زي ما كانوا بيقولوا. تمام. بس هو الحته الهجوميه عنده غير الحته الدفاعيه. أيوة. وانت أيوة. وانت كمان راجل سيرد باك فعارف المكان ده كويس. انا دلوقتي لما بلعب محمد عبد السلام بلاعب محمد عبد الغني. تمام. بيأدوا. انما ما فيش بيأدي لي لحد نص الابداع. كابتن احمد بيأدي لي لحد نص الملعب. تمام. طيب انا نادي الزمالك. أيوه. فانا نادي الزمالك ان انا بهاجم. أيوه. فانا عايز اللي هو التلت ده الدفاعين اشتغل عليه. بس انا شايف التجربه ميزتها ناجحه جدا. صغير يا كابتن. ان ده لاعب صغير وعقده 3 مليون ويا كابتن غير كده كمان الولد 3 مواسم. الولد ده يا كابتن كمان ما نقدرش نحكم اي لاعب بيجي الاهلي او الزمالك. معانا حد من اسكندريه. مؤاخذة كابتن احمد. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. ايوه يا فندم برحب بحضرتك وبضيوف حضرتك الكبار طبعا اللي شرفوا سيج البلد. كابتن محمود والكابتن احمد. النجوم يا فندم شجعتهم ياما والله في الاستاد. كابتن احمد عطوه حبيبي والكابتن محمود طبعا. الله يخليك. طب اتعرف بحضرتك بقى الاول بعد اذنك. انا محمد من اسكندريه يا فندم. اهلا يا استاذ محمد سيد البلد طبعا. ربنا يخليك يا باشا. ان شاء الله باذن الله صلاح احسن لعيب في افريقيا.
الماتش. صلاح ان شاء الله بامر الله. وبس ليا وجهه نظر بس عايز اقولها لحضرتك بعد اذنك. اتفضل. بص يا فندم، اولا بالنسبه احنا عايزين الجماهير ترجع الملاعب. تمام. صح؟ كلنا عايزين الجماهير ترجع الملعب. بس يا فندم حضرتك برنامج الكره انا بتابع حضرتك ونفسي اكلم حضرتك من زمان. تحت امرك. ربنا يخليك يا فندم. انا بتكلم في نقطه، انا راجل بقعد قدام التلفزيون، راجل رياضي بحب اتفرج على البرامج الرياضيه. يا فندم البرامج الرياضيه المفروض شغلتها التحليل الفني. تمام. يا جماعه خلوا البرامج الرياضيه للتحليل الفني. في برامج يا فندم معلش بدون ذكر اسماء، انا مش هذكر يعني اسماء البرامج ولا حاجه يا فندم، لان انا في النطاق الاعلامي والكلام ده كله. بس اي برنامج المفروض ان هو بيساعد على التعصب، عشان انت حضرتك ما تلومنيش انا كجمهور اكتر ما تلوم الاعلام. انا لما الاقي الاعلام مساند ان الكوره تمشي مظبوطه انا همشي مظبوط. في برامج يا فندم مفتوحه، ده يرد على ده وده يرد على ده وده يرد على ده. اعذرني انا كمشجع لازم حضرتك تعذرني، انا عايز اروح الملعب بصراحه. انا واحد بقيت بخاف اروح الاستاد، انا كنت مدمن ان انا اروح استاد اسكندريه اتمتع. النهارده احنا كشباب بنخاف نروح، لان احنا مالناش في اي حاجه، بس بنخاف من الناس المدسوسه من هنا والناس المدسوسه من هنا. انا بس بطلب كل رئيس نادي، كل لاعب، كل واحد مسؤول عن الرياضه في مصر يا جماعه، عشان احنا نرجع مش بالكلام ولا كل سنه نقوله نتمنى عوده الجماهير. لا يا فندم، عوده الجماهير الاعلام كله يركز بس ان احنا نحلل فنيا على الاقل عشان نطلع بمستوى الكوره. والكابتن احمد اشكرك يعني يا استاذ محمد، رساله حضرتك وصلت. وانا هطلب منك حاجه بقى مني انا بقى شخصيه، يعني استاذ محمد اكيد سامعني دلوقتي، يا ريت تتواصل معانا يا استاذ محمد، لان احنا برنامجنا يعني مبداه وهدفه عوده الجماهير ونشر الروح الرياضيه في مصر كلها وبين جماهير مصر كلها. احنا سعداء بيك يا استاذ محمد، واحنا يعني بصراحه انا بقى يعني بكمل، وان شاء الله يعني الناس اللي زي حضرتك هم اللي بيدونا الامل ان رسالتنا توصل لكل مشجع في مصر. واشكرك جدا يا استاذ محمد. اروح للكابتن احمد عطوه. طبعا احنا قلنا ان الكابتن كارتيرون المدير الفني دي جرأه منه وتجربه كويسه ان يبدا بباك يمين وسعره قليل. تمام. وابنك من قطاع الناشئين، يعني انت لو شفت الولد شفت الروح القتاليه في الملعب يا كابتن احمد. وادى باك رايت كويس. وبعد كده نزل محمد عبد السلام باك رايت. تمام. ادى الوينج رايت مش وحش. تمام. يعني انا الولد بالنسبه له اول ماتش جات له فرصه وضيع، جات له فرصه حطها حلو ولازم يديله وضيع. انا بعمل قطاع الناشئين ليه طبعا عشان افرغ منه الفريق. قطاع الناشئين ده قطاع الناشئين ده كابتن احمد منجم ذهب طبعا. هو مصطفى محمد ده منين؟ ما قلناش. طيب بس يا كابتن بس الفرق بقى في ايه دولي؟ الفرق ان هو راح لعب في طنطا، لعب في طلع الجيش، لعب في الداخليه. ده مصطفى محمد. أيوه. عشان كده رجع استوى. أيوه. طب ما مصطفى محمد لو كان طلع فريق اول. أيوه. انا كنت اعتقد ان هم هيبيعوه بعد اول سنه. يعني ابو طيب شفت رقمه عامل ازاي؟ وده اللي عامل مشاكل في الفرقه. طبعا ايه؟ وناجم برضه. وناجم بنفس الكلام. طب ما عندك ابنك اهو اللي انت مربيه على ايدك. والله يا كابتن مش هياخد منك كتير ومش هيكلفك كتير. كابتن انا مع مقاطعه حضرتك، اول ماتش ليا لعبته في النادي الاهلي الفريق الاول كان المحله في المحله. تمام. كان الكابتن عصام حضر لسه ماشي. ودي مباراه صعبه جدا جدا. محمد عبد الشافي، محسن هنا. ايوه لا وجمهور المحله بقى لا والمحله في المحله دي كانت صعبه. حاجة مستحيل صعب. انا حسيت بالولد وانا قاعد في البيت فعلا. حسيت بقى انت خط التجربه دي يا كابتن نفس أحمد. الموقف. أيوه. وكان أيوه. الاهلي برضو في تخبط ان الكابتن عصام حضر لسه ماشي. أيوه. الموضوع اللي هو بقى الهروب والسيون. أيوه. ومش عارف ايه. ونفس الموضوع كله مركز مع كابتن عصام مش مركز مع الفرقه. وده اول ماتش ليك. يا تلعب وتكمل يا اما هتنزل ناشئين تاني. فالولد عمل ماتش انا كويس، بدايه جميله أنا جدا. انا كابتن شايفه مثلا 8 من 10 بس ما شاء الله عليه. ده لو خد التوفيق. انا من وجهه نظري لو خد 5-6 ماتشات هيعتمد عليه الفتره الجايه ان شاء الله. ومش هيكلف النادي حاجه يا كابتن. ابن النادي يا كابتن. طبعا صح. واحنا بنساند كل ناشئين مصر. اتمنى يا كابتن والله. كابتن محمود، من رجل المباراه من وجهه نظر حضرتك في مباراه الزمالك واسوان؟ والله مباراه الزمالك يعني منهم كان مستوى الماتش كان فوق متوسط. ما انا عاوز واحد. واحد مصطفى محمد. مصطفى محمد. اتفق معاك. مصطفى محمد. برضه كابتن احمد طبعًا نفس الكلام. انا شايف ان مصطفى محمد لازم يحترف. لازم. لانه خامه كويسه يعني ان شاء الله تنفع. هو جاي له هو بيقولوا جاي له عرض من رينجرز ب 5 مليون. 5 مليون بس هل الزمالك بيغالي قوي في هو كان طالب اصلا قبل بطوله افريقيا 5 مليون. أيوه. من الزمالك فيا ريت يعني نتمنى
نتمنى يبقى عندنا يعني احنا بنشوف غانا وبنشوف نيجيريا وبنشوف الناس دي بيبقى عندهم 150 واحد. هي فكر وثقافه يا كابتن محمود. صح فكر وثقافه. بس يا كابتن اعتقد ان هو مش هيوافق النادي الزمالك. ما انا بقول لك الاهلي 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 والزمالك ما بيسيبوش اللعيب بسهوله. يعني محمد صلاح طبعا الكابتن محمد صلاح اما احترف من نادي المقاولين هو والنني تمام مزبوط. كان راح الزمالك قبلها على طول. لو كان راح الزمالك ما كانش بقى محمد صلاح طبعا. فانا شايف ان مستحيل هيفرطوا في مصطفى محمد فعلا طبعا. نروح برضو للاعب المثير للجدل واللقطه المثيره للجدل وانا هاخد اجابه من الكابتن محمود ومن الكابتن احمد. هل يستحق اللاعب طارق حامد بطاقه حمراء في مباراه اسوان؟ والله بص هو انا شايف ان الناس مركزه شويه مع طارق حامد. الناس مركزه معاه يعني بس هو اخطا يا كابتن. اخطا ما اختلفناش يعني انا خليني في اتكلم في الانذارين. اوكي انذارين تمام ما اختلفناش. يعني الطرد ما فيهوش مشكله؟ لا ما فيهوش اي مشكله. احنا بنتكلم في اللي بعد الطرد ان الملعب يقف من 6 دقائق ل 8 دقائق عشان لعيب. انا بقول دي ثقافه لعيب تمام. دي ثقافه يعني هو عمل حجه الـ الـ الاعلانات الاعلانات. طب ما انا شفت انا فيديو من احد الصحفيين ايوه هو راح والحكم الرابع جاله حصل تمام أيوه. وجي قال له طب انا مش عارف انا مش هقدر اعدي. لا ده وصل لحد مرمى اللي ورا الجون ايوه تمام أيوه. وراح راجع تاني. فانا مش فاهم يعني هو المفروض يا كابتن محمود انا وجهه نظري اتفضل كابتن طارق بقى نجم طبعا يعني بقى حاجه طبعًا. كبيره يعني النهارده مرشح يبقى افضل لاعب في افريقيا على المستوى المحلي بالظبط وما شاء الله كل الناس بتشيد بيه طبعا. التصرفات الصغيره ما بتطلع من نجم. هو ده بقى الاستاذ محمد اللي هو كان متصل بينا دلوقتي. ما هو ده بينعكس على الجمهور ان لو في جمهور الزمالك النهارده هو متعاطف مع الكابتن طارق حامد. هو صح هو غلط الجمهور هيتعاطف معاه. ما انا مش عايز اتعاطف مع لعيب في الغلط. انا لازم تصرفاتي كنجم لازم احافظ على شكلي واسمي وعلى رد فعل الجمهور. بالظبط بالظبط. لا 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 موافق حضرتك جدا مليون في المية بجد والله. لا طبعا طبعا يا كابتن. انا بقول انت كابتن طارق انت لعيب كبير ايوه خلاص انت في مكان حسب عليك اي حاجة. انت في مكانة كبيرة يعني تمام. يعني طارق بعد بكرة تمام اللي هو يعني خلاص اللي هو يوم الثلاث او يوم الاربع انت داخل رايح الحفلة تمام طبعا وان شاء الله ربنا فانت هتبقى مع نجوم كبيرة ايوه. فانا بقول ان هو معلش دي برضو بتحصل تمام والحمد لله ان مفيش جمهور. ما انا بقول انا كنت لسه بقول لحضرتك الحمد لله ان مفيش جمهور زي برضو في ماتش الاسماعيلي برضو رامي صبري ايوه برضو استفز الجمهور. لو اطر لو في جمهور هل ده هيبقى اليوم ده هيعدي؟ ما انا هيبقى صعب. المشكله دي اللي النجوم مش قادره تفهمه. انت ممكن تعمل اثاره وبعدين لجنه المسابقات تقول لك ايه لا هنعاقب الجمهور وما عادش هيحضر. ما هو يا جماعه ما هي سلسله. انا بادئ الاول من جهاز فني للعيبه لمجلس اداره. كل التصريحات دي بتاثر على الجمهور هو بالسلب وبالايجاب. معلش هاخد من وقت حضرتك اقل من نص دقيقه. هو ايه اللي منجح البطوله في السعوديه؟ تمام اول ما جم يعملوا بطوله محترفين أيوه. استعانوا بحكام اجانب انجليز حصل. قالوا لهم تعالوا انتوا هتنظموا كده العدل. هستاذنك يا كابتن فضل. محمود الو الو يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مع حضرتك مليجي من المنوفيه. اتفضل يا استاذ مليجي. اولا ان شاء الله بمسي على الكباتن الكابتن احمد والكابتن محمود. اهلا وسهلا. وكل سنه وحضراتكم طيبين. حضرتك طيب. وان شاء الله بتمنى فوز الكابتن محمد صلاح كاحسن لاعب في افريقيا ان شاء الله باذن الله. والنقطه الثانيه كده بسرعه بالنسبه للجماهير. الوحيد اللي ممكن يرجع الجماهير ويخليهم يرجعوا المدرجات تاني هي الجماهير نفسها بالتزامها قبل واثناء المباراه. بالنسبه للكابتن احمد عطوة انا بختلف مع حضرتك ابو الكباتن. اتفضل يا كابتن. لان حضرتك بتقول ان الكوره بتاع ضرب الجزاء المقصه ضرب الجزاء. الكوره واضحه جدا جدا جايه في ايد ميدو جابر. ميدو جابر. وبعدين التعديل الجديد قال لك ان المهاجم داخل منطقه الجزاء. ايوه الكوره جت في ايده. عن عمد او دون عمد بتحتسب لمسه يد فورا على المهاجم. استاذ مليجي اسالك سؤال بعد اذنك. اتفضل. حضرتك جمهور ولا لاعب ولا مدرب؟ انا جمهور وبس فاهم للكوره وفاهم لقوانين الكوره وممكن اتناقش مع حضراتكم في اي قانون في كره القدم. انا سعيد بيك جدا ويعني منبهر بتحليلك الجميل
سواء بقى سواء هي ضربه جزاء او مش ضربه جزاء، ولكن هي دي ثقافه الجمهور المصري اللي احنا مستنيينه ان شاء الله. طبعا كنا طبعا بنتكلم في ايه يا كابتن محمود؟ كنا بنتكلم في الثقافه اللي هو السعوديه، قلنا قلنا ان احنا لازم اقوي التحكيم عشان البطوله تنجح. بعد كده ارجع المدربين. في تصريح للكابتن جمال غندور رئيس لجنه الحكام بيقول لك انا مش هدي حكام اجانب، انا هكمل بالحكام المصريين. جميل، بس نعمل لهم محاضرات ونعدل من نفسنا. مفيش مشكله، مفيش مشكله، مفيش مشكله. هي المشكله دلوقتي خلي بالك يا كابتن احمد مش في لقب الدوري. ايوه المشكله دلوقتي في اللي هيقعد. مظبوط، فدي اصعب. اصعب فعلا، فدي اصعب. النهارده أصعب. النهارده معلش يا كابتن احمد، النهارده كان في ماتش جمهوريه شبين وسيراميكا. ايوه احداث مؤسفه. النهارده في الممتاز بيه سيراميكا بينافس على 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 بطوله الصعود للدرجه الاولى، احداث مؤسفه. طرد اتنين لعيبه في دقيقتين وخناقات كراسي كل ده حصل النهارده. ويقول لك الجمهور بيقول اللعيبه انا بقول لحضرتك عشان ابدا المنظومه اجيب تحكيم، منظومه تحكيم قويه. صح. بعد كده ابدا اعمل. لا وعايز عقوبات صارمه يا كابتن. ما هو كبير زي الصغير. انا دلوقتي اوروبا هي هناك، لما جه ليفربول كان عنده ماتش في كاس العالم للانديه وماتش في الكاس، قال له انا ماليش دعوه، انا مش شايف. ايوه انا مش شايف، في نظام همشي عليه. النظام ده خلاص على ليفربول، على مانشستر، على تشيلسي، على الاهلي، على الزمالك، هو النظام ده ماشي. انما تعالى هنا دلوقتي الماتش ده لنادي الزمالك، نادي الاهلي، اجل لهم اسبوع. لا ما غلط، اجل لهم. ما هو ده. هروح طبعا للكابتن احمد عطوه برضو، سؤال مثير للجدل. هل يستحق اللاعب، هل الحكم طارق سامي تغاضى عن هدف صحيح لمحمود علاء وركله جزاء لبن شرقي؟ لا يا كابتن، انا بالنسبه لكره محمود علاء لا، هي فاول فعلا. كره فاول. سامي ايده على السباك. تمام. طب وركله جزاء صحيحه لبن شرقي، ايه رايك؟ والله هو انا ما اقدرش احكم فيها قوي. تقديريه تقديريه للحكم. المعايير بتختلف يا كابتن احمد. ايه رايك يا كابتن؟ المعايير بتختلف. يعني المعايير بتختلف في ايه؟ يعني انا دلوقتي دخلت منطقه الجزاء، يقول لك ايه فيها وعليها. البوزيشن كمان بتاع الحكم يا كابتن افضل منه ومنك طبعا. اكيد يعني. أكيد. هو بس هو الكابتن طارق سامي الماتش هرب منه كتير. هو انا شايف والله يا كابتن احمد، رغم هو في اخطاء من التحكيم. تمام. طبيعي. في فعلا اخطاء طبعا، ولكن صدقني مش موجهه. اكيد يا كابتن. والدليل اقول لحضرتك على حاجه، ويا ريت الجمهور يسمعني، وتحديدا جمهور نادي الزمالك. جمهور نادي الزمالك في هدف اتلغى ان الحكم قال ان الكوره فاول على كابتن محمود علاء. طب انت لما جالك ضربه جزاء ما هو الحكم حسبها. اكيد. طب ما انا لو انا حكم متعمد اخسر نادي الزمالك، ما انا مش هحسب له ضربه جزاء. كابتن يا ريت بس بتيجي على موضوع التحكيم. نادي الزمالك بيجيب الموضوع في التحكيم وفي السحر وفي الحاجات غريبه اللي بتبقى موجوده. يعني مش دي الحاجه الوحيده يعني. يعني وبعدين طب اقول لحضرتك على حاجة. الزمالك في اخطاء، ماشي في اخطاء. طب انت كسبت 2-0. طب نادي زي الاتحاد السكندري اللي هو بينافس السنه دي ما بيطلعش يتكلم بالطريقه دي وخسر. لا خسر ماتش 6 نقط. يعني احرز هدف صحيح مليون المية. الماتش كان غير مسار المباراه. طبعا الماتش خلص 1-1 وخد الثلاثه بونص. وفي نهايه المباراه حظه السيء بقى الحكم ان الاتحاد يطلع خسران 1-0. سوء توفيق كان كمان قابلهم، سوء توفيق وتالق ابو السعود. لا يعني شوف آه 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 شوف آه آه الفرق. انا كسبت بالظبط. على العموم وقتنا بيجري بسرعه، وكان في حاجه جميله جدا في الصعيد لازم اتكلم عنها يا كابتن محمود. كان معانا طبعا موضوع باهر المحمدي وصالح جمعه، بس هنتكلم عن المبادره الاول، واذا في وقت نتكلم عن الكابتن صالح جمعه. تمام. في مبادره اسمها بناء المنبثقه من برنامج تنميه ابناء الصعيد التابعه لوزاره الشباب والرياضه المصريه، بتستهدف رفع ووعي النشء وعدم تركهم لثقافه الشوارع. يا ريت شايف حضرتك الصور اللي معانا دي. جميله. يعني حاجات دي في مركز الشباب هناك، مبادره تابعه للشباب والرياضه، حاجه ولا اروع بجد. يعني حاجه جميله جدا. نتمنى بس ان هي ما تبقاش صور بس. لا ده على ارض الواقع. يعني شايف انت يعني انا قصدي ان هي تستمر. تستمر، هو ده اللي انا قصدي عليه. في المحافظات بالظبط. لان يعني نتمنى السيد الدكتور اشرف صبحي ان مبادره بناء دي حاجه جميله قوي. بالزبط. نتمنى ان هي يعني تبقى المحافظات كلها تحذو حذو مبادره بناء. جميلة. وتتعمم على جميع محافظات الجمهوريه. ايه رايك يا كابتن احمد؟ لا كابتن طبعا حاجه جميله، حاجه تفرح ابناء الصعيد. حاجة يعني. طبعا يا كابتن دول اطيب اسيوط. اطيب خلق الله طبعا. الصعايده طبعا. رجاله طبعا. طبعا يا كابتن باذن الله. كابتن المثير للجدل ايضا.
كابتن صالح جمعه قافل تليفوناته، بيحضرش التدريبات، عايز يروح فين كابتن صالح جمعه؟ كابتن احمد من وجهه نظرك. مش عارف يا كابتن، يعني انا في انا على علمي يعني انا ببقى مثلا كل اسبوعين ثلاثه في النادي. على علمي من كابتن سيد عبد الحفيظ ده اخويا الكبير طبعا، ان هو على تواصل معاه الفتره اللي فاتت. هتلعب، هتاخد، شد حيلك كويس، هتبقى موجود معانا. الفتره اللي لعب فيها صالح لما كان جاي من السعوديه كان وزنه زياده جدا. أيوه. ورجع ولعب وخد وكان كويس، وكان كويس جدا. أيوه. يعني الاهلي بيصبر عليه فعلا، والاهلي فعلا محتاجه، والاهلي صابر عليه قوي ومحتاجه يا كابتن. أيوه. فاهم يعني الاهلي بيعامله كمن ابناء النادي دلوقتي. تمام تمام، وعارف ان كابتن سيد حفيظ بيبذل اقصى جهده في كل حاجه. معاك. يعني كابتن سيد حفيظ دلوقتي هو الجندي، يعني كله بيقول فايلر عمل فايلر. أيوه. بس احنا برضو بننسى يعني دور الكابتن سيد. طبعا يا كابتن ده الجندي المجهول في النادي الاهلي، له دور مع الفريق. الكابتن هو كل حاجه فعلا، يعني الكابتن محمود الخطيب طبعا ده ابونا كلنا، رئيس النادي، الاب الروحي بتاعنا. تمام. بس الكابتن سيد حفيظ هو اللي مسؤول عن كل حاجه. تمام. مسؤول عن تنظيم المعسكرات، في معسكر بره بيسافر قبلها بيومين. أيوه. يشوف الارضيه، يشوف الاجواء. فكابتن سيد حفيظ هو اللي يعني انا شايفه دينامو النادي الاهلي. دينامو النادي الاهلي طبعا فعلا. هو بيحاول يبقى قافل على الفرقه كويس جدا، قافل على الفرقه كويس. وبعدين هو البطوله اللي فاتت بتاعه الدوري انا شايفها بطوله كابتن سيد حفيظ. طبعا طبعا يا كابتن، البطوله اللي فاتت لان هو واجه كل الضغوط. هو هيبقى كابتن صفت البطل الجاي ان شاء الله. بعد بعد الفرقه خالص يا كابتن احمد، بعد الفرقه خالص. أيوه. عن الضغوط والحرب الاعلاميه واللي كانت بتحصل، وكان المركز ال14 ولا كان هياخد الدوري. طب نوجه رساله من خلال برنامج الكره والجماهير، كابتن محمود رمضان تقول ايه لكابتن صالح جمعه؟ لا هو ما هو اللي لازم يقول لنفسه، هو مش محتاج نصيحتنا. ايوه، لان هو اضرب نفسه، هو مش محتاج نصيحتنا. طيب. هو اللي يقول لنا النصيحه. طيب. لان المفروض انت نجم كبير، انت راجل لعبت الماتش بتاع صعود كاس عالم. تمام. عايز ايه تاني كابتن يعني احمد؟ انا هوجه رساله لحد تاني خالص بعد اذن حضرتك. اتفضل. يعني بعيد عن البرنامج. اتفضل. انا ببص لمؤمن زكريا. أيوه. المق طبعا يعني ده عشره عمري. طبعا حد جميل في النادي الاهلي طبعا، ربنا يشفيه يا رب، اطيب خلق الله. تمام تمام. هو من عشاق محمد منير، فالمق ده بالنسبه لي اخويا. تمام. فانا من هنا بوجه له رساله ان كل الدنيا بتدعي له. طبعا. في الناس حتى عندنا في الفيوم كلها، واحنا هنا في البرنامج نزلنا وان شاء الله هيرجع احسن من الاول باذن الله. ان شاء الله. فانا بوجه له من هنا ان شاء الله ان هو هيرجع ان شاء الله ويكسر الدنيا باذن الله. اسعدتوني حبيبي يا كابتن محمود. الله يخليك، انا اتشرفنا بحضرتك، ونتمنى نكون احنا ضيوف خفاف كده على المشاهدين، وان شاء الله باذن الله. الله يخليك حبيبي يا كابتن، نورتنا يا كابتن، ربنا يخليك بهدوءك، ربنا يخليك يا كابتن، ويعني تعليقاتك الجميله الهاديه الهادفه. ربنا يخليك يا ابو كابتن، رب تشرف ليا انا معاك والله. حبيبي يا كابتن احمد. اعزائي المشاهدين، نرجو نكون قد اسعدناكم. اسفين طبعا الجو برد وسهرناكم معانا. ان شاء الله نشوفكم الاسبوع القادم مع الكوره والجماهير 12 مساء. احمد سعيد، والى اللقاء في حلقه قادمه.